طبعاً مشاهدينا عبر سكايب من لندن، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني، مرحبا بك دكتورة فاطمة معنا. كيف ترين في البدء أوضاع النازحين في العراق بعد مرور أكثر من سنتين على إعلان الحكومة في بغداد انتهاء الأعمال العسكرية؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، حياكم وحيا المساء. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأوضاع النازحين يعني واضحة لكل من لديه عين يرى، يعني المآسي التي تحدث للنازحين وحالة التشرد في المخيمات التي تفتقد إلى أبسط المستلزمات المعيشة الكريمة تثبت ما الأوضاع التي وصل إليها النازحون. يعني هي من بداية خروج هؤلاء النازحون، وهو في الحقيقة ليسوا نازحين، هم مهجرون قسم من منازلهم بسبب الكثافة العشوائية للقصف الذي شنته قوات التحالف الدولي بالإضافة إلى قوات العراقية مع الميليشيات المنضوية تحت القوات الأمنية العراقية. الكثافة الوحشية لهذا القصف أدى إلى نزوح وخروج قسري للكثير من المواطنين، سواء في محافظة الموصل أو غيرها من المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية بحجة تحريرها من المنظمات الإرهابية كما يدعون. النازحون الآن بالإضافة إلى يعني أوضاعهم المأساوية وافتقادهم حتى إلى أبسط مقومات الحياة وهو الماء، هم بالإضافة إلى ذلك لا توجد لديهم أي فرص عمل، لا توجد لديهم أي حياة كريمة، يعانون من الإهانات المتواصلة التي تقوم بها القوات الحكومية وميليشياتها، الاعتقالات الممنهجة، فقدان الأمل في العودة إلى منازلهم، تشرد الأطفال وما يعانونه من قلة الغذاء وقلة وانعدام التعليم، وبالإضافة إلى ذلك حتى اشتغال الأطفال في العمالة وهم صغار السن، الحالة المأساوية للنساء والإهانات التي يتعرضون لها. نحن نعرف جيدا أن بعض المخيمات هي بمثابة سجن كبير يضم الكثير من ما يدعون أنهم ما يسمونهم عوائل داعش من نساء وأطفال، فقط يتعرضون إلى مختلف صنوف التعذيب والإهانة. كل هذا يعني وغيرها يعني أبسط مثال لكي نثبت ما يعاني له هؤلاء النازحون هو عدد الأيتام في مثلا مدينة الموصل. في نهاية شهر في نهاية 2018 صرحت إحدى الجمعيات الخيرية التي تضم كثير من العوائل المتعففة والأيتام أن لديها 3500 أسرة غير مقبولة ولديها 20,000 يتيم. نعم، العدد كبير. عن العدد نعم. حتى دكتورة فاطمة يعني سكان الجانب الأيمن الآن في مدينة الموصل يعيشون بين دمار ومخلفات حربية وروائح جثث، وكيف ترين جهود الحكومة في بغداد في إعادة المدن المدمرة؟ نعم، يعني كما تفضلت هي المدينة تحولت إلى مدينة أنقاض، وهذا حتى الأمم المتحدة أثبتتها في تقاريرها، والجثث لحد الآن موجودة ولا زالت تحت الأنقاض. الجهود الحكومة الحقيقة يعني مع الأسف الشديد معدومة تقريبا. كل الذي تقوم به الحكومة هو لصالح الميليشيات التي سيطرت الآن على مدينة الموصل ولصالح من يريدون الاستثمار في مدينة الموصل، ونحن رأينا كيف كانت حالة الغضب الشديد ضد محافظ نينوى الجديد الذي يريد أن يشتري أملاك الناس المهدمة ديورهم، وهو يعرف أنهم بحاجة ماسة إلى الأموال لكي يستمروا في الحياة، ولهذا فهو يستغل حاجتهم هذه من أجل أن تستغلها جهات خارجية ومنها إيران خاصة التي تسيطر على ميليشيا الحشد في العراق، وعن طريق هؤلاء والمكاتب الاقتصادية التي تنتشر في هذه المناطق والتي تقوم بشراء
العقارات والمنازل المدمرة من لصالح إيران من أجل أن تقوم باستثمارات كبيرة وغيرها وغيرها، بالإضافة إلى أن الحكومة أصلا مستفيدة من أن تبقى المدينة مدمرة بهذه الطريقة. إذن هذا من أجل أن تضمن هو متعمد، عفوا دكتورة فاطمة، عدم إعمار هذه المدن، ما أهداف ذلك؟ نعم، هو بالتأكيد هو حالة متعمدة، ونحن لاحظنا كيف أن كان هناك تحريض متعمد ضد هذه المدينة وغيرها من المدن التي شهدت عمليات عسكرية. بالإضافة إلى ذلك شهدنا حجم القصف الهمجي على هذه المدينة، مما يؤكد أن هناك استهداف للمدينة ورغبة في تدميرها. يعني لحد الآن لا توجد أيضا أي جهود لإعمار هذه المدينة، مما يؤكد أن هناك أهداف لهذه الحكومة ولأمريكا، حتى أمريكا وإيران في الموصل. هناك عملية تغيير ديموغرافي تجري على قدم وساق، ليست تستهدف فقط المكون السني في مدينة الموصل، بل حتى المسيحيين في سهل نينوى والتي تم الاستيلاء على أملاكهم وتشريدهم وتهجيرهم حتى إلى خارج العراق. هناك استثمارات لصالح إيران ولصالح دول المنطقة في الموصل لكي يستفيدوا ويتخاصموا الموصل وغيرها من المدن. هناك أيضا هناك تغيير، محاولة لتغيير ثقافة أبناء هذه المنطقة. هناك محاولة لتجهيل أبناء الموصل، ونحن نعرف أن أبناء الموصل باعتبارها أنها ثاني مدينة في العراق كان المثقفون فيها وكانوا أعلام في العراق. إضافة إلى ذلك هناك استهداف لأهالي الموصل، لأن الكثير من القادة العسكريين الذين شاركوا في الحرب ضد إيران من أبناء الموصل، ولهذا كان هناك استهداف من أجل قتل. دكتورة فاطمة، ما حدث منذ سنين من تهجير هؤلاء النازحين، والآن عدم إعادة النازحين إلى مدنهم التي استقرت وتهديدهم عند عودتهم من الميليشيات، ألا يعد كل ذلك جريمة ضد الإنسانية؟ أين المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مما يحدث؟ نعم بالتأكيد، يعني الكثير من ما تم توثيقه هو عبارة عن جرائم. التهجير القسري جريمة، القصف المتعمد للأحياء السكنية هو جريمة، الاعتقالات والتغييب القسري هو جريمة، القتل خارج إطار القانون جريمة، والكثير من المنظمات التي وثقت مثل هذه الجرائم وغيرها، ولا زال الكثير، حتى ترك الجثث هذه تعتبر جريمة، لأن حتى الميت يجب إكرامه. ترك المدنيين بهذه الطريقة دون خدمات، والنازحين في المخيمات دون خدمات، هذه أيضا جريمة. المنظمات تحاول التحرك وتوثيق هذه الجرائم، لكن مع الأسف الشديد لا يوجد تحرك حكومي من أجل القبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم إلى العدالة، بل العكس من ذلك هو الذي يحدث، تكريم المجرمين والتستر على جرائمهم. بالإضافة إلى ذلك دور الأمم المتحدة المخزي، ترى الكثير من الجرائم التي تحدث وهي تساهم في التغطية على هذه الجرائم، وتحاول إظهار أن ما يحدث هو مجرد صراعات داخلية وغيرها، مع العلم أن الأمر بعيد عن هذا كثيرا. شكرا جزيلا لك أيضا من لندن عبر سكايب، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني.